متابعينا على اشواق تي في، كنحييكم مره اخرى. كيف ما عرفتوا، كيف ما تبعتوا مؤخرا واحد الضجه اللي كانت على الفيديو ديال سي محمد وفاتحه. سي محمد وفاتحه كانوا واحد الكوبل، راجل ومرتو، كانوا عايشين حياه عاديه. كانت هي خدامه وهو كان خدام، وكانوا مجموعين على قبل الاستقرار ديالهم، وكذلك على قبل باش يكبروا وليداتهم في الحلال. ولكن ملي جاوا خداو واحد الطريق ديال الشهره وطريق ديال البوز. وانتم كتعرفوا ان الشهره عندها ضريبه، وضريبه شكون كيخلصها؟ كيخلصها الناس اللي عايشين فيها. من بعد هذا الفيديو اللي بان سي محمد عنف فاتحه او ضربها، اللي مجموعه من الناس تفاعلت معاه، مجموعه من الجمعيات تدخلوا، مجموعه من الناس بقات فيهم فاتحه، وكاين اللي ايد كذلك سي محمد، ويعني اعتبروه ان هذا هو الراجل، راجل هو اللي ضرب مرته، هو اللي عنفها مزيان، وتولي تحترمه. اليوم الحمد لله في هذه اللحظه ديال الصلح ديال سي محمد وفاتحه، من بعد كاع داكشي اللي وقع غيرجعوا وغيتسامحوا. فاتحه بغات راجلها، وكذلك بغات المصلحه ديال وليداتها اللي هي الاهم، وكذلك سي محمد بغى مراته وعرف الغلط ديالو فين كاين، والان معنا راه غادي يعترف بالغلط ديالو ويطلب السماح من مراته. سي محمد البارح كنا عند فاتحه والناس تبعوا يعني التصريح ديالها. اللي غنسولك انت، هو هذيك اللحظه اللي ضربتيها في المباشر، شنو وقع ديك الساعه؟ السلام عليكم. اولا تحياتي للاشواق، وكنشكرك اخ حمزه والصديق ديالي عز الدين. خويا ديك الليله ما نكذبش عليك، ما عقلتش على راسي كيفاش توقع، علاش انايا بزاف ديال الناس كما سبقت وقلت لهم في المنابر الاعلاميه، الناس هذو كيبقاو يحرضوني بزاف وتيبقاو يسبوا فيا، وهذا الشيء اللي جعلني نرتكب خطا هذا. المهم دابا الحمد لله حنا رجعنا للدار، يعني بسبب الناس كيتصلوا بيك كيحرضوك على فاتحه، كيقول شوف فاتحه كيفاش كتصور ولا شوف اش كدير. انت في حال هذيك الساعه تحرك فيك النفس، هذيك النفس خلاتك ضربتيها. بزاف الناس يحرضوني بزاف، وكي التعليقات خايبين، وكاين الناس اللي كيتصلوا بيا هاتفيا وتيهضروا معايا وتيبقى يقول لي يا ودي هذيك المراه راه ما تصلحش ليك، خاصك دير، خاصك تفعل، خاصك. وانا يا راسي عمار اخويا ما نكذبش عليك، وانا فكرت حتى في الانتحار، فكرت في الانتحار مرارا، ولكن انايا كنفكر وليداتي، وكنفكر المسار ديال الحياه ديالي بيني وبين هاد السيده هادي، حتى هي مسكينه راه قاسات معايا الصراحه هي هادي، وكيفاش توصلنا ودرنا الدار والى اخره. المهم هذيك الليله اخوتي تعاميت وضربتها، هذا الشيء اللي كاين. يعني انت شنو بالك داك الشيء اللي درتي واش مزيان ولا لا؟ ماشي مزيان. ما انا كنوجه رساله لاخوتي المغاربه باش عمر الرجل ما يضرب المراه، لحقاش الراجل اللي كيضرب المراه ماشي راجل، ولكن انا تعنفت بزاف، الناس يعنفوني اخويا ما نكذبش عليك، هذا الشيء اللي جعلني. وراه ملي ما ارتكب شي جريمه كبيره هذا هو المشكل، ملي ما ارتكب شي جريمه كبيره راه الحمد لله، الحمد لله ملي ما ارتكب شي جريمه كبيره. حيت دابا اللي غيخليك انك ضربتيها في المباشر قدام الناس بهذاك التحريض كان يقدر انك تقتلها، ولا الله اعلم شنو دير لها. كنت سكران ولا شحال من واحد يقول لك انا كنت سكران، انا ما كنتش سكران، انا تنتكيف، انا كنقول لكم انا كنكمل، ولكن انا ما تنشربش، انا تعرف بيني وبين الله صراحه، ولكن تعنفت، ولا عليا الضغط كبير. هذيك الليله ما نكذبش عليك، انا ضروري قلت المدام غديروني يوم اللايف، ضروري لحقاش هذاك النهار قدر نوريك انا التليفون، عندي الناس اللي مصيبطين ليا هضروا معايا اون كوني، نعطيك الدقائق، وحتى البارح باقي دابا حاليا عندي اون كوني مع 4 ديال الصباح 5 ديال الصباح الناس تعيط عليا. علاش اخويا علاش؟ علاش هذا الشيء؟ راه حنا خوت، راه خاصنا تكون واحد القلب، حنا راه حنا كنعرفوا بعضياتنا، حنا المغاربه عندنا قلب طيب، راه ماشي حنا راه خوت. محمد تسمح لي، غيعيطوا لك ناس ربما يلاه عرفتي الشهره، يلاه هاد الناس عرفوك باش تضرب وتخرج في مرتك اللي صابره معاك حاليا دابا اكثر من 20 سنه. اخي ماشي حشومه. اي حشومه، دابا كاين بعض الناس اللي كيكون عايش اكثر مني وما كيلقاش فين يفرغ، جات يفرغ فيا انايا. انت خاصك تكون عندك قناعه ديالك شخصيه بمرتك. انا عندي القناعه اخاي، ماشي ما عنديش، ولكن اخويا بزاف انا ما نكذبش عليك، عمرت ها الانستغرام ها الفيسبوك ها تيك توك ها اليوتيوب، راه بزاف، راه الانسان خاصو يراعي لواحد خوه، راه حنا خوت كما قلت لك، راه حنا خوت، راه كنت ارتكبت الجريمه دابا فين غادي نولي؟ انا غنمشي لحال السيده الله يرحمها، كنضحي هما دوك الوليدات اللي غيبقاو بلا اب بلا ام. هذا هو المشكل، تما فين فكرت انايا؟ راه هذيك الساعه فاش ضربت هو داك الشيء راه كانت غتكون حاجه اخرى، ولكن تنشوف الوليدات خرجوا قدامي ما لقيت ما ندير، راكم واقيلا سمعتوا لحقاش انا تفرجت في اللايف، اخيرا تفرجت فيه وسمعت داك الشيء اللي كاين، قلت لكم ما كانوش الاولاد راه مشكله.
ولكن اخوتي لا اله الا الله. فاتحه شنو بالك هادشي اللي قال السي محمد؟ قال لك ان يعني التحريض ديال الناس هو اللي خلاها يدير هادشي. السلام عليكم الاخ، الاخ حمزه. شكرا عز الدين، تحياتي للجمهور ديال اشواقع، مرحبا بكم عندي مره اخرى. التحريض من طبيعه الحال، التحريض راه قلتها لكم البارح وصرحت لكم بهذا الشيء. التحريض ديال الناس كان ممكن يرتكب جريمه، كان ممكن يخليني تنعس ويقتلني، كان بزاف ديال الحوايج كان لاباس. هي الحمد لله ملي خرجت هكاك في المباشر بعدا، الحمد لله ملي ما نعستش بحال هذيك المره فاش هز عليا السلاح الابيض، راه كنت ناعسه، ما كنت في علم حتى شي حاجه، تعشينا عاديين بحال نفس ذاك النهار، تعشينا عادي، جلسنا عادي. السيد قال بقى عليا محبوك ذاك النهار على ذاك اللايف، مصر مصير داك النهار ندير اللايف. ديري اللايف شحال في الساعه؟ دابا ديري اللايف، مالك ما درتيش اللايف؟ شوفي شحال في الساعه ديري اللايف، ديري مات اللايف. قلت ليه واخا، اي بلاتي نعشي الدراري وحنا نديرو اللايف. فعلا نعشيت الدراري، مشاو نعسو بلايصهم، بقيت حل اللايف، بقينا جالسين تنضحكو عادي جدا، بقيت كنهضر مع الناس المتابعين ديالي كيف العاده وتنضحكو وهذا. حتى كنت فجأة بالضرب، كنت فجأة بالضرب، وكنت فجأة بيديك الطريقة كيشتفع ليا الناس والمغاربة، راه المغاربة العالم راه شاف اللايف وشاف كيفاش ضربني، وبقى كي راه سمعتي راه هو قالها، بقى كيتحلف عليا كل ما كاينينش الدراري، كل ما عطيش غادي ندير. كنا علم الله يقدر يكون ارتكب جريمة. يعني سي محمد، انت ديك الساعة كنتي كيف قلتي، يعني كنتي تحت تأثير ديال المخدرات، ملي صحيتي ملي وعيتي براسك وشفتي اللايف شنو قلتي؟ بقى فيا الحال، علاش درت المدام ديالي بحال هكا؟ كون ما فكرتش مزيان، واخا كنكمي انا ما كنكميش بزاف الصراحه. انا بحال اليوم انا ما عنديش، انا ما كميتش الا وطلع لي الدم كميت. انا بصراحه كميت واحد، ولكن ما شي ديك الكمايه اللي كتعرفوا. ندمت هذه الخرجه اللي خرجتي من الدار، شحال دابا تقريبا من النهار دابا باش انت ما جيتيش للدار؟ تقريبا من 3 ايام ولا 4 ايام. 3 ايام كيفاش دوزتي بعيد على وليداتك وعلى مرتك؟ بحال دوزت بها الجحيم، انت كتشوفها في وجهي كي كان وكيولبيت اخويا، حتى الناس في الزنقه. واخا عندي الدار كان البيت مسدود، لحقاش انا ملي خرجت مادام مشات خرجت عند الجندار، المهم خرجت قالت لي عندي قرارك وسمعت اللايف. هي خرجت انا خرجت، مشيت عند العساس هنايا، ريحت معاه حتى الصباح، عاد مشيت شديت الطوبيس مشيت للخدمه ديالي. هي هذيك خدمت النهار انا فاتحه، ما عرفتش فين مشات، واش مشات ديكرارات ولا مشيت. انا من تماك صافي وليت مشيت عند واحد الصديق ديالي في بير قاسم، كيسكن في الغابه حدا لاديسي، لا كتعرف ازدي لاديسي، راه كاينه الغابه من وراها، تما كيسكن هذا السيد هذا. وما لقيتش فينا الناس في الغابه، ما يمكنش ليا، كاين راكم عارفين الوقت هذه صعيبه. وكاك وطريت تكرف الصيت ثلاث ايام اخويا، ما نكذبش عليك، يعني حتى وجهك حتى حالتك يعني بانت فيها انسان ماشي فاش ظهره. اخي انت كتشوف كل شيء اخي، اخي حمزه، يعني كاين اهميه ديال المراه في حياتك؟ بطبيعه الحال، بطبيعه الحال الا خطيت شي واحد اخويا عليه وليداته صراحه، راه ما تلقاش بحال ولادك. انا غادي نوصي رساله لخوتي المغاربه، الانسان اي انسان كما كان، واخا ما تكونش عنده قناه ولا هادي، كاين الانسان كيريح في القهوه، وكاين الانسان تيبقى التحريض، راه هادشي راه خايب. راه نوصي خوتي المغاربه، التحريض هذا راه خايب فعلا، حيت التحريض راه شحال من واحد، يعني شي جرائم ديال القتل وقعوا بسبب التحريض. كاين واحد اللي حرض واحد على مرته، وكاين اللي حرضوا على اخته، وكاين اللي حرضوا على امه، الله اعلم. ولكن اخويا سي محمد اللي غنقول لك، انا نكون معك صريح، وكاخ ديالك فتيحه صرحات على انك انت من غير هذاك اللايف كتعنفها، كتعنفها في الدار. على طبيعه الحال انا ما نكذبش عليك، انا هذاك الشيء ديال الكومونتيرات وداك الشيء كنتعنف. انا يا كنكون خدام كيصون عليا شي واحد، ملي كنمشي نجاوب كنصعبها شي واحد كليان ولا هذيك، ملي كنجاوب اونكوني، انا ملي كنشوف اونكوني صافي كاع ما كنبغيش نجاوب، كيبقى عليا كل ساعه كيبقى يصوني. ولكن اسمح لي، هادشي دابا انت كنتي قابلو النهار الاول، بنتي معاها في تيك توك، طيبتي معاها، جلستي معاها، وبنتي معاها كتشقاو، كنتي تشي قابلو، اليوم ما بقيتيش حاملو؟ لا ماشي ما بقيتش حاملو، انا المدام ديالي ملي كانت في المحتوى ديال الاول ديال الروتين وداك الشيء، حيدات من الروتين، قلبت المحتوى، وبقيت تنبان مع المدام ديالي. علاش؟ انا بغيت نضحك انا مع خوتي المغاربه، ونضحكوا شويه ونعاونهم، وبغيت نخلي شي واحد يدخل عند المراه ديالي. انا شي مراه ولا هذه هذا الوقت هذا، راكم عارفين هذا الوباء وهذه، انا تنعاونها.
راكم شفتوا الفيديو صبنت مع زرب المنطقه في السطح حنيت ليها ما خليت ما درت باش رضي المدام ديالي ورضي حتى خوتي المغاربه واي انسان الراجل اللي كيتعاونوا مع المراه ديالو راه ماشي مشكل. وشنو يخليك اليوم هادشي يولي ما بقيتيش كتقبلو؟ كما بقيتش نتقبلو هي ديك القضيه ديال الدجين، قالت لك انا غنبقى نصور عاوتاني بالدجين وكذا وهذه وهذه، ودارت واحد الفيديو ديال الروتين وانا ما حضرتش ليه، دارته قبل مني، دارته وانا خدام ودارته. المهم هذاك الشيء اللي جعلني انا نضربها. هذاك النهار بداو تيعيطوا عليا خويا، ثلاثه الناس اللي عيطوا عليا وتهدوني تيقول لي واه هي المدام ديالك عاوتاني هي حلوا ما رجعت لعادتها، فهمتيني؟ ولكن واش هادشي يخليك تضربها؟ ودابا الانسان ماشي غادي تضرب، راه تقدر ترتكب شي ماشي غادي تضرب، راه تفرض الضرب ليها اخاي على هادشي اللي كنسمع، فهمتي؟ واه مراتك انت دابا هي حطماتك، لحقاش انا هضرت معاهم قبل ما دير الروتين تقريبا يمكن، قلت لهم اخوتي انتوما راكم كتنتقدوني وهادي راه حشومه وهادي، راه ما خصكم تكونوا بحال هكا، خصكم تكونوا زعما الانسان خص يتضامن مع خو المغربي، راه ماشي حنا راه خوت الحمد لله. وملي كومونطاو لي دوك الناس يكومونطي راه في شكل نقدر نوريهم لك، سير نوريهم لك. وعاد زاد كملها واحد السيد عيط عليا اون كوني وبقى عليا بلا هضره، انت ماشي راجع انت هادي من هنا وبين لينا هضره، يعني خلاتك منفعل بالضبط. هذاك النهار فاش غادي نضربها بالضبط عيط عليا عمار صاحبي، ما نكذبش عليك اخاي حمزه عمار. السيد كتعرفه ولا لا؟ لا ما تنعرفوش. يعني الفتيح اللي غنسولك هو انت كان عندك واحد يعني محتوى في القناه ديالك، ملي شفتي التعليقات ديال المغاربه وديال الناس بدلتيه، شنو اللي خلاك عاوتاني ترجعي يعني كيف قال هو تصوري بالجين ولا هاد؟ اشنو غنكونوا صريحين غنجاوب بصراحه وما يتقلق مني حتى واحد. المغاربه ما كنعممش، الناس اللي كيتبعوني والناس اللي كيشكروني والناس كنشكرهم بزاف، ما كنعممش. الاغلبيه كاين النفاق، فيهم النفاق على حقاش ملي بدلت محتوى اخويا حمزه، انت راه شفتي يمكن كل شيء، حنا معاك حنا نشوفوا لك الفيديو حنا هذا. من بعد ما بدلت المحتوى كندير لهم تيقولوا لي ما عندناش مشكل، حنا عير لبسي محترمه وخا طيبي عير البيض وما طيشه ماشي مشكل. تبعوني في واحد ثلاثه الفيديوهات، من بعد ما بقوش كيتبعوني، ما بقوش كيتبعوني. نهار اللي لبست بيجامه نهار خليني بلاتي راه كنهضر، لبست قفطان كانوا يديه مشبكين من هنا، بقاو المهم تيعلقوا على داك القفطان مالكي لابساه عريان من هنا يديه، يعني كما لبستي من غير هادشي كامل. كنت درت واحد الفيديو قلت غادي نشوف المغاربه كما كيقولوا بالصح واش كتهم ام المراه المغربيه المحترمه، واش فعلا حنا كنقولوا بحال دابا كي كنشوفهم تيبقاو واه واش هنا وفي البلدان ومن هنا تشو هنا طاطات، علاش اللي ما كتشوفوش واحد المحتوى محترم وكتعاونوهم؟ علاش؟ اشنو اللي خلاني انا درت الروتين النهار الاول؟ هو شفتي ان الناس يعني كيتفاعلوا مع هادشي من طبيعه الحال. شكون اللي كيصنع الروتين؟ الشعب المغربي هو اللي صنع الروتين، هو اللي صنع صحابه الروتين، راه ماشي هما صنعوا الشعب، راه داك داك المتتبع هو اللي صنعو، هو اللي صنع داك المحتوى. علاش انا ملي كندير واحد الطاجين وكنمشي كنشري، شوف انا كنمشي مثلا ما تتكونش في استطاعتك كتمشي تشري المقادير ديال واحد الحاجه وكتحطها لهم كطيبها لهم ولا كتوريها لهم كماسك ولا كشي حاجه بحال هكا، ما كيشوفوهاش لك، كتلبسي لهم كولون وبودي وتحزمي وزير خلاي عادي الميلودي تعيش مخير، سطالو الجفاف ما خسره والو، درهم ديال ساني كروا اهميه ضربتها في الفيديو. يعني هنا المغاربه ولا الناس، يعني احنا ما غاديش نعمو، انما الناس اللي كيتبعوا هاد العيالات ديال روتين اليومي كيدخلوا على قبل المشاهد ديالهم ماشي على قبل المحتوى، ما كيقلبوش على المحتوى، شي محتوى كيقلبوا باغيين ما عرفتهمش بعدا انا شنو تيشوفوا، تيقلبوا على بحال هاد الفيديوهات هذا وتيشوفوهم. وغادي نعاود نشرح لهم واحد القضيه غادي نقولها لهم باش يفهمها المغاربه كاملين، ملي كينوض شي واحد تيبقى يهضر وحنا ما كنتفرجوش فيهم وكيتفرجوا فيهم ماشي مغاربه، لا كيتفرجوا المغاربه، وممكن انا نعطيهم الاحصائيات بلي كيتفرجوا المغاربه
رجال اصبحت غيطلعوا لك انت يعني النسبه ديال المشاهده طلع لك من المغرب اكثر من طبيعه الحال. شوف شي استوديوتيب الناس اللي دايرين اليوتيوب راه غادي يفهموني وغادي يعرفوني وغايعرفوا هادشي اللي تنقولوا ما يفهموه. راه ملي كتشوف الاحصائيات كيعطيك العياله تيعطيك الرجاله تيعطيك النسبه ديال العمر تيعطيك منينه هو تيعطيك كل شيء عارف شكون غادي يدخل غيتفرج فيه. لما غاربه كيتفرجوا في الروتين اليومي نساء ورجال، النسبه الكبيره اللي كتفرج نساء ورجال المغاربه. يعني شنو الراي ديالك في السي محمد يعني هو الزوج ديالك على سنه الله ورسوله؟ قالك انا ما تقبلتهاش انا ترجع تبان بالتجين ولا بسراول يعني اللي كيبينوا المظاهر والمفاتن ديالها. خاصو يتقبل هو راه عارف علاش انا كذاك اللباس كيجي انا ماشي منقبه، انا ماشي درت النقاب وحيدتو ليهم باش يبقاو يعقبوا عليا، انا انسانه عاديه تجين راه اي وحده كتلبسو. انا كيلوموني حيت انا يمكن انا ما عنديش حيت انا فقيره كيلوموني على الجين. كيكون جات وحده عندها فيلا ولا عندها طوموبيل وصايقه الطوموبيل وغاديه كاينه الحقره. كاينه الحقره بزاف كيحقروني انا حيت ما عنديش، انا حيت واحد بنت الشعب اللي ما عنديش اللي عشت محقوره وباقي تنعيش محقوره. هذا هو اللي كنحس به انايا. على حقاش كنشوف قنوات كنشوف الناس كيلبسوا الجينات كيلبسوا التونيات كيلبسوا، علاش ما كيدخلوش يعلقوا لهم؟ علاش ما كيدخلوش هذوك يقولوا لهم مالكم لابسين الجين؟ كنشوفهم لابسين ديباردور حدانا لابسين، علاش هذوك لابسين كسيوات؟ علاش هذوك ما كيدخلوش؟ علاش ملي كتنوض واحد الفنانه لابسه لينا جنابه عريانين وكامله معزوله كامله معزوله علاش اللي ما تينوضوش لها؟ كيقولوا لها لا لبسي لا التكشيطه مغربيه قفطان مغربي. راه ماشي كلشي، تحياتي كاع للفنانه، راه ماشي كلشي كيلبس القفطان، راه كيلبسوا لكم الكساوي ها ولا واحد الشيخه اللي طالعه لينا من هنا محزمه وكتشطح وكديك الساعه كيبقاو يصفقوا لها هذوك بعدا انا كيفرسوني. كاينين انا شي وحدين شفتهم كتنوض كتبدا تهضر على الروتين اليومي، علاش اختي كتهضري على الروتين اليومي؟ شيخه اش كاينين شيخات في المغرب كيهضروا على كاينين راقصات في المغرب كيعاتبوا صحاب الروتين اليومي، وما تعاتبيش صحاب الروتين اليومي راك بحال انت اكثر منهم، انت اكثر منهم، انت كتشطحي عريانه. شكون بهذيك الراقصه اللي كتقصف يعني صحاب الروتين اليومي كدوي عليهم بزاف؟ كاينين راقصات بزاف دابا اي وحده، كاينين راقصات، كاينين انا كاينين اللي كانوا كيطلعوا في المنابر الاعلانيه كيطلعوا بالخمر وبالشيشه وكتجي كتقول لك ايوا كتصور لينا الخلفيه ديالها انا ما نقدرش. انا اش من فرق بينك وبينها؟ انت كتنشري واحد المحتوى التنتية ما عريان وتوما راه نلقاو فيه انت لقيتي فيه الفلوس وتوما راه نلقاو فيه المشاهده وحنا كاملين بحال بحال وتا واحد فاتحه. غنرجعوا الموضوع ديالنا اللي هو اليوم في هذه اللحظه هذه يعني امام الملأ المغاربه الان كيتبعوا كيتفرجوا الصلح ديالك مع الزوج ديالك، واش انت اليوم على قناعه انك تصالحي معاه؟ انا غادي نتصالح معاه اولا غير باش تقول المغاربه باش يعرفوني بلي انا بنت الناس وانا قلبي كبير، انا ماشي بديك الطريقه باش كيلقبوني هما عاهره ودايره انا كون بغيت ندير العهر راه غادي نخرج ليه ديريكت، راه ما غاديش انا اش نستافد انا من الفيديو، راه غادي نخرج لي انا نيشان هو يخرج من الخدمه انا نخرج من هنا نمشي ندور التنعيه وغادي نجي حتى واحد ما شافوني حتى واحد ما غايعرفني ونجي في قفتي عامره وبسطامي عامر خلاتها واحد صاحبتي نشري بسطام كبير بحال دوك اللي كيشريو هادوك ونجي بخير ونصرف على ولادي وضحكه ولعبه. ولكن انا لا، انا باغي الحلال، انا باغي نخدم على ولادي، انا خدمت عليهم في الميناج ضربت عليهم تماره ومازال كنكفح عليهم ومازال نضرب عليهم تماره مازال نهزهم بسناني. هذا الشيء اللي غادي نقول للمغاربه. محمد شنو تقولي لي دابا؟ السي محمد اللي غادي نقول ليه انا على وجه ولادي، على وجه ولادي كنعاود نسمح ليه. على حقاش انا كبرت، راه قلتها لكم انا كبرت في واحد البيئه بدون اب، انا كبرت واحد البيئه غلط وانا باش نكون صريح وتربيت غلط وداكشي اللي كنت كنشوف من الاغلاط ديال الوالدين اثر ليا في حياتي واثر ليا في النفسيه ديالي وباقي لدابا الان تاثر ليا في حياتي. ما بغيتش انا نكرر نفس
نفس السيناريو يعيشوا ولادي. اولادي ما بغيتش نكرر. تكرفصوا كنظن لها طبيعه الحال غيتكرفصوا، واخا قاعد تفرقي با ما تمشي تاخذي واحد اخر ما يتقبلهمش، غادي يبدا يعنفهم، غادي بزاف ديال الحوايج غادي يبقاو يشوفوهم، غادي تضطري تولي تمشي ما عرفتي شنو ديري باش تجيبي لهم ما ياكلوا. يعني بزاف ديال هاد الحوايج هادو ما بغيتش انا نعيش فيهم ولادي، بغيت نكبرهم تحت العب ديالهم، هذا هو اللي غادي يخليني مره اخرى باش عاوتاني غادي نسمح لي. سي محمد كنظن سمعتي فاتحه شنو قالت وفهمتي صلب الموضوع، هي شنو يعني شنو السبب اللي كسمحت لك المره الاولى نهار اللي كنتي ضربتيها والموضوع ديالكم ضرب ضجه وسمحت لك دابا؟ كاينين الناس كيقولوا انكم نتوما ملي كتنساو ولا بهذا المصطلح كتطفاو كتنوضوا، واحد كيضرب الاخر باش كتنوضوا ترجعوا ديروا البوز وترجعوا تشهروا. لا اخويا شوف انا يا كما قلت يا اخي حمزه كون كان هذا الشيء هذا كنضحكوا على داك الشيء غيكون باين وما نخرجش من الخدمه ديالي. علاش انا غادي نصدق انا قاعد جايين عندي انا الناس وخارج على الخدمه ديالي؟ علاش جراو عليك يوم الخدمه؟ جراو عليا اليوم من الخدمه، انا دابا غادي نولي جالس ما بقيتش خدام، ما هو راه شافت فاطمة الزهراء كل شيء راه كانت تما معايا، وانا تنوجه رساله لخوتي باش يتضامنوا معايا ويعاونونا في القناه ديالي يعني. هذا هو الهدف. انت سؤال، ملي كانت الزوجه ديالك خدامه انتوما بجوج راكم واحد، الزوج والزوجه راهم واحد، علاش انت ناضتي درتي قناه يعني نوضتي نحل على راسك بهذا المصطلح؟ هذه القضيه هذه هي ديال هاد الناس، حنا غادي نرجعوا لها عاوتاني. الناس يبقاو يكومونطيو ليا. انت ما ديهاش في الكومونتير راسك سيدي، ما كتقراش راه الا بقيتي تتابع لي كومونتير غتبقى ديما تضرب هاد السيده. انا علاش درت القناه؟ انا عندي صنعه زوينه، صنعه شريفه، تنخدم في الحوت، كنبغي نبين لخوتي المغاربه كيفاش نقي الحوت وكيفاش الناس نعطيهم الوصفات، لحقاش حنا تبارك الله الحوت عندنا في المغرب لا يحصى. عندنا الخير في البلاد الحمد لله. بغيت ندير معاهم فيديوهات ونوعي الناس من ناحيه الحوت، هذا زوين هذا لا اللي تكال مزيان هادشي. هادشي كنا ناقشنا اخر مره كتصورت مع قلتي يا يلاه غادي ندير باش كنت يلاه غدير القناه، غير هو التعاليق ديال الناس والهضره اللي كيقولوا لك علاش كتعمر بها راسك؟ الحشيش هو اللي كيأثر عليك. ماشي قضيه الحشيش، انا الحشيش كميته قديم ما تاثرش عليا الحشيش، كتاثر علي الهضره ديال الناس، هذا هو المشكل. باش كتحس فاش كيجي واحد راجل وكيقول لك ديك الهضره في ديك اللحظه؟ اخويا تنحس براسي بحال الانسان بحال ما عنده قيمه، بحال ما عنده حتى شي حاجه في حياته، يعني كتحطم. كيجي واحد الانسان تيكومونتي كيحطمك، ما كتبقاش تحس براسك حتى بحال انسان، هذا هو المشكل. راه ماشي سيصيفطك شي واحد زوين شي كومونتير زوين كيجي يشجعك باش تكمل على المسار ديال الحياه ديالك، الناس بالعكس اخويا بالعكس، هذا هو اللي رجعني ندير هذا المشكل هذا. يعني انا راه مني محمد المره الاولى ضربتي فاتحه دخلوا الناس تصالحتوا، حاليا نفس المشكل ضربتيها على المباشر ودخلوا الناس اليوم وصالحوكم حتى هما كنشكروهم. حتى لامتى عاوتاني مره دوز واحد شهر شهرين نسمعوا ما هي ضربات كما انت ضربتيها حتى لامتى؟ لا صافي هادشي ما بقاش يتكرر صافي. انا يا انسان كيفهم الحياه ديالو، انا السيده راه عندي مع الاولاد و راه كافحت معاك تدرتوا الدار بعدا بطبيعه الحال قلتها لهم، راه السيده راه ما تنساش الخير ديالها الصراحه، راه قلت لكم فيها الام فيها الاب فيها كل شيء زعما الصراحه الله يخلي لها صحيحتها. علاش كما قلت يا اخي عز الدين سامحاتني المره الاولى، ما كاينش شي مراه اللي ضربها راجلها ودير لها ديك الحاله وتقدر تسامح، راه السيده راه زعما الصراحه الله يعاود عاوتاني عاود سامحاتك واخا المغاربه كاع كاملين تشفوا فيها. وانا يا السيده مسكينه انا عزيز عليها ماشي ما عزيزش عليها، واخا تاكلت مع الغلط وهذا الشيء كيوقع من ناحيه اخويا الكومونتيرات والناس تبقى تهضر معايا، ولكن هذا الشيء هذا غادي نحيدو من الضمير ديالي. داك الشيء خاصك تنساه سي محمد، حتى انت فاتحه يعني تنساو الهضره ديال الناس، خدموا على ريوسكم، انا عارفين انكم نتوما دايرين هذه القناه باش تعاونوا ريوسكم تعاونوا وليداتكم، هي مقاتله من جهه وانت كذلك محارب الدنيا من جهه على قبل ذوك الوليدات، وهاد الوليدات هما اللي غيخليكم اليوم تجمعوا ومن هنا لقدام ان شاء الله تجمعوا. ما بقيناش باغيين هاد المشاكل بيناتكم، بخصوص نتوما يعني كتعرفوا بعضياتكم مزيان، ما دوزتوش القليل كافحتوا، يعني كيف قلتي يعني راه من بيت انسان وصل ولات عنده دويره بالكفاح ديالكم بجوج، ما بغيناش ديما نبقاو نسمعوا بيناتكم المشاكل. اخويا سي محمد اخويا كنشكرك بزاف ودا اخي حمزه على الاستضافه ديالك. مرحبا بارك الله فيك. انا عارف شنو باش بغيت تقول لفتيحه هذا؟ تنقول لفتيحه تسمح لي وما يبقاش يتكرر هذا الشيء، وما نبقاش كاع انا ندي على الكومونتيرات ديال عباد الله، ولا نبقى نهضر مع الناس في التليفون على حسابك ولا هذه. انا بغيت خوتي المغاربه يتفاداو يعيطوا لي يقول لي سيدي اش باغي هذيك مرتي
ومرتي انا الحرمه ديالي انا اللي بغات. ودابا المره الاولى ملي تعيط عليك الانسان ما تيقولش لك في الدقه والحين راه مراتك، هاتي شد معاك كيداير اخويا اسمه محمد لاباس عليك كذا الى اخره. يعني كيطول معاك كيطول معاك هاتي بدي عاد يبدا يقول لك واه انت اخي اسمح لنا نعرفوك واحد الانسان طيب وزعما انسان متواضع، علاش تخلي المدام ديالك دير هذاك المحتوى؟ نقطة نقطة الضعف ديالك. فوالا انت فهمتيني اخي حمزة، وهذاك الشيء اللي خلاني انايا يعني هاد الناس اللي كيعيطوا لك شنو تبغي تقول لهم وشنو؟ ولا غادي تنفجر، راه مني ما ارتكبش جريمة كبيرة، راه الحمد لله. يعني شنو واش غتاخذ ضدهم اجراء قانوني ولا شنو غادي دير مع هاد الناس اللي كيعيطوا لك؟ وانا خويا ما نكذبش عليك، شتي هاد السيد ولا هاد السيدة اللي عيطوا عليا الناس هادو انا مسامحهم، اما ما بقاش يساكبوا هاد الغلط. لا غتبعهم انا. غتبعهم قضائيا. غنتبعهم قضائيا. هذا الشيء اللي داروا كان يقدر يدير جريمه قتل. كان يقدر يسبب في جريمه قتل، يعني الى تهاوننا مع هاد الامور هادو مازال غادي يزيدوا، مازال غادي يعيطوا، مازال غادي ما نعرفش غادي يوقع، يعني غادي نتبعهم قضائيا. انا غنتبعهم وما غاديش نسمح في حقي. بغيت نشوف انا باش اديتهم باش يبقاو يحرضوا عليا، مثلا الراجل باش شنو درتك بجريمه؟ اشنو درت لهم انا؟ شنو درت انا في اشنو باش اديتهم باش وصلتهم؟ واش واحد كيدخل تيبقى يهضر لي في الدين وانت داخل كتفرش فيا؟ كنتي كتعرف بينك وبين الله ما تدخلش عندي من لو ما تعرفنيش شكون انا، ما تعرفنيش شكون انا اصلا وما غاديش تشوفني. راه ما هادشي اللي تنعرف انا، كنعرف انا واحد الانسان تيقول لي لا راه دخلت تفرج في الفيديو ديال مرتك من هنا، مالا لابسه البيجامه دايره، مالا لابسه البيجامه من هنا، مالا التعليق ديالو فين كيا الرويجل، فين كيا هادي، فين واش الرجاله دابا بالله عليهم، واش الرجاله بالضرب؟ واش دابا هادي هي الرجله؟ يعني بلاتي كاينين الناس اللي شجعوك ملي ضربتيها. هادي انا بغيت نقول لك دابا كاينين الناس كومونتير دابا نوريك التليفون قسما بالله قال لي دابا عاد وليتي راجل ملي ضربتيها، يعني اشنو هادشي؟ يعني الراجل ولي شد المرا يتلخى ولا يقتلها. انايا راه ملي دار الله تاوير الخير راه ماشي رجله، راه قلتها لهم راه شي الراجل اللي كيضرب المرا والله ما راجل، ولكن راه تعاميت راه جاب الله ضربتها، راه كون راه خرجت الحمد لله ملي خرجت في هذيك الضربه، راه المشكله كون نصدق دير شي مشكله اخرى اخي، راه الحمد لله على كل حال. سي محمد الان اعترف بالخطا ديالو وخير الخطاؤون التوابون. انت مقابله الصلح ديالو يعني قابل قبلتي باش انا وجل عندك طلب منك السماحه ونوي يرجع عند مرتو وعند وليداتو. يرجع على وجه وليداته، ولكن انا كنقول لك قدام المغاربه ما يبقاش انا يتدخل في، مثلا انا كنلبس اللباس عادي، يعني ما يتدخلش في المحتوى ديالك. ما يتدخلش في المحتوى ديالي، خليني مني المحتوى ديالي، حتى هو راه دار لاشين يخدم على المحتوى ديالو، بغى يبان معايا مره ما كاين حتى شي مشكل، ولكن باش يبقى مثلا يبقى يحكر لك على المحتوى انا لبسي مزيان وهادي، ولكن راه باقي الناس ينتقدوا، هذا هو المشكل. ينتقدوا ولا يجلسوا؟ شوف انا انت ملي كتقدمي واحد البرودوي راه كتبقاي تشوفي المتلقي هو اللي كتقدمي ليه داك الشيء اكثر. انا واحد الحاجه غادي نشوفها مثلا كتجيب لي المشاهده وكيشوفوها الناس ومتفاعلين معها، راه هي اللي غادي ندير صافي. هادشي اللي غادي نقول انا هذا هو اخر كلام مع المغاربه، ما نبقاش انا نقول لهم لا والله غادي نعبركم، يبقاو يقولوا لا كتعبر لنا التونسي وكدير لنا، انا ما غنعبرهم حتى شي حاجه. غتمشي لداك الشيء اللي انت كيريحك، غنمشي لداك الشيء في نسبه المشاهده ومنين كتجيبي المدخول ديالك. داك الشيء اللي كيبغيو الناس صافي، بغاو الناس لباس محترم وبالطابليه راه غنبقى نصور به، بغاو الناس لباس بحال كي موالفه كنلبس في الفيديوهات الاخرين راه غادي نبقى نصور به من طبيعه الحال. وديك الساعات ما يبقاوش يجيو يلوموني، ما يبقاوش يلوموني انا، ما عرفت علاش كيلوموني انا وما تلومونيش انا، ولومون هانوضو لوموا راسكم، قولوا مالكم علاش تشوفوا هذا المحتوى؟ واش واحد تيقول لك انا ما كنشوفش المحتوى ديالك؟ وتتلقاي راه عارف كشنو قلتي بالحرف الكامل، راه كتلقاي كشنو قلتي من البداية الفيديو حتى الاخر. وشكون اللي قال لك هادشي اللي قلت انا؟ قالوا لك الجنون، يعني راه تفرجتي فيا، راه شفتي الفيديو ديالي وشفتيني اش كندير في الفيديو، راه ما يمكنش، راه تيبقاو يقولوا شي هضره ما كيتقبلهاش العقل. حيت انت راك دايره قناه باش يكون المدخول يعني وكتسترزقي منها الوليدات ديالك. قناه باش نسترزق منها لوليداتي، ما تيهمنيش انايا باش من طريقه غادي نصور. سي محمد شنو بالك في الهضره ديالها؟ قالت لك انك انت ما تدخلش في المحتوى ديالها، وانت عندك محتوى ديالك دير فيه اللي بغيتي، بغيتي تبان معاها مرحبا، ما بغيتيش اللي بان لك. هذاك الشيء اللي كان انا عارف دابا المدام ديالي راه ولات تتواخر تتصور فيديوهات مزيانين،
يعني غير انت كاين مشكل الناس اللي كيعيطوا لك هما اللي كيخدموا. المشكل اخاي حمزه هذا الشيء اللي كاين فعلا. يعني شنو تبغي توصل رساله للمغاربه؟ يعني اللي ماشي هذوك الناس اللي عيطوا لك حرضوك، اللي دخلوا بخيط ابيض، والناس اللي بغاوكم ترجعوا، بغاو يشوفوا هذه اللحظه دي ديال الصلح ديالكم. كنشكرهم بزاف هاد الناس هادو اللي كيبغيو لي الخير مع الجوجه ديالي. هادي رساله لخوتي المغاربه، بارك الله فيكم اخوتي، وانتم راكم عارفين دابا الوضعيه كيفاش نعيشوا انا وياها، والحمد لله على كل حال. اذا متابعينا كنتمناكم انكم تبعتوا معنا لحظه الصلح ديال الكوبل الشهير اللي المغاربه كاملين كيعرفوه والمغاربه كاملين تفاعلوا معاه في الفيديو الاخير اللي هو السي محمد وفاتحه. كاين بزاف ديال الحوايج نقدروا نستنتجوهم. كاين التحريض، التحريض اللي خلى بزاف ديال الناس تقتل الامهات ديالها او الاخوات ديالها ولا خوتها ولا الناس اللي قراب ليها بسبب انهم حرضوهم، بسبب انهم ما عارفينش الحيتيات ديال الموضوع، وكيمجيو كيبقاو يدندلوا ليه في دماغه ولا في ودنيه، كينوض داك السيد كيرتكب واحد الجرم. وهذا الشيء اللي كان يوقع، ولكن الحمد لله ملي ما وقعتش شي حاجه اللي هي خطيره وشي حاجه اللي هي كبيره. واخا العنف غنرفضوا، العنف ماشي شي حاجه مزيانه، ولكن الحمد لله ملي خرجت كما كنقولوا سالمه، يعني ما حدو غير ضربها، اما الله يسر كان يخليها تنعس ويولي قاتلها. علاش؟ انا راجل مسوا ليه الكرامه ديالو، راه غادي نفاعل نفاجر، ولكن الحمد لله غير ملي جا دابا وندم وطلب السماح من الزوجه ديالو. هذا الشيء اللي بغينا، وهذا الشيء اللي بغينا ان دائما نشوفوا الازواج يتهلاو في الزوجات ديالهم، بالخصوص الزوجات اللي مكافحين مع الازواج ديالهم، اللي كيتقاتلوا معاهم وكيتحاربوا معاهم على الزمان باش يخدموا باش يوصلوا بجوج. لان الزواج راه كنتلاقاو ماشي على ذاك العقد، كنتلاقاو على باش نديروا وليدات ونكونوا اسره ونكونوا ريوسنا وننجحوا بجوج، ماشي واحد ينجح وواحد لا. وهذا الشيء اللي بغينا نشوفوا في جميع العائلات المغربيه. سي محمد بغيت تبوس راس ديال الزوجه ديالك، طلب مني السماحيه، راه قابله هي، قابله ولا ما قابلاش؟ اذا لحظه جميله، لحظه الصلح، وهذا الشيء اللي بغينا نشوفه. كنشكروا الناس اللي دخلوا على الخط ووقفوا معاهم وصالحوهم، وهذا الشيء اللي كنا بغينا نشوفه من الاول. متابعينا كان معكم حمزه مندوب خلف كاميرا عز الدين الساطوري، لنا الصوره لكم التعليق، تبارك الله عليكم. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.